الو يا استاذ اشرف، والله العظيم ثلاثة يا استاذ اشرف بعت الايميل. انت مش عايز تصدقني ليه؟ انا بعت يوم 22 اوغست الساعة 10:23 AM اها كاتب لك فيه دير مستر زفت كايندلي فايند ذا ابتدت تتخرج. لا لو سمحت لو سمحت ما تشتمش. لا لا اسمعني انت اسمعني انت، انا هقول لك على حاجة اسمعني انت، انا هقفل في وشك. انا ناقصك ناقصك ولا ناقص اللي شاء الله. يا دي اليوم المنيل كحلي دودي حبيبي. اقفلي يا منال انا مش ناقصك. ايه يا حبيبي؟ ايه يا جوزي؟ ايه يا ابو كرشوش صغنن انت؟ منال بطلي استفزاز يا منال، انا في الشغل يا منال ومش فاضي، خليني اجيب لكم طفحة اخر الشهر. انا بس بكلمك اطمن عليك واقول لك وحشتني. وهتاكل ايه النهارده؟ حجزت لنا في الساحل ولا لسه؟ حجزت في قريه الدعاء المستجاب، جميله وجنب مارينا 95 كيلو. بس هي فيها مشكله بس حبيبتي، القريه دي هي ما فيهاش بسين ولا بحر. نعم يا روح النونة، ما فيهاش بسين ولا بحر. ايه ده، انا بقالي 7 سنين ما نزلتش بحر. لا ده انا اجيبها لك في وشك كده. يا عره مش عاجباك الدعاء المستجاب دلوقتي؟ انت واهلك عمركم ما رحتوا الساحل، انت نسيتي نفسك يا منال ولا ايه؟ كل ده علشان انا والعيال عايزين نطلع يومين المصيف. اعملي شويتين دول يا حبيبتي على سوزو اللي في السابع، وانت بتميلي عليها عشان تاخدي رينز الذهبي. طب بصي يا خالد، انا عندي فكره، ايه رايك لو نسافر حسين ده؟ ودي ايه دي؟ دي مركب دي ولا ايه؟ يا بنتي انا بقول لك عايزين نطلع نصيف يومين. يا خالد دي قريه حلوه قوي، انت ازاي ما تعرفهاش؟ هتطلع يعني احسن من دعاء المستجاب؟ ماشي يا ستي نحجز فيها مش مشكله. بكام يعني؟ الشاليه هناك في اليوم ب 18,000 والفيلا ب 28,000. انا رايي ناخد الفيلا يعني نرحرح فيها انا والعيال. 28,000 و12,000 ايه؟ الله يخرب بيتك. طب استنى هقول لك حاجه يمكن تغير رايك. انت عارف مين هناك؟ عمرو دياب هناك يا خالد. عايز اروح انا والعيال ناخد صوره معاه، ده معدي الناس يا خالد. عمرو دياب ما يروح حسين ده عمرو دياب، هو انا حماقي؟ انت مجنونه يا منال، انت متخلفه يا بنتي، انت بتعامليني ليه يا منال على اني موزع؟ يا بنتي انا محاسب على قد حالي يا منال، انا بحط القرش على القرش يا منال عشان ناكل يا منال. طب نروح مراسي. مراسي دي يا منال للناس اللي عندها يخت، انت عندك يخت يا منال؟ يوه دي بقت عيشه تقرف بجد. طب نروح تلال. اقعدي بقى في البيت بدل ما اديكي بوكس في دماغك اقعدك على كرسي متحرك. طب خلاص يا حبيبي شوف اي قريه، المهم بس ان احنا ننزل في وايت بيتش. وايت بيتش؟ عايزه تودي البورس ابننا وايت بيتش عشان يفضحنا؟ ابنك الوحيد يا هانم اللي عمل كاكا في الميه، انا نفسي اعرف دماغه جابته في ايه الواد ده؟ ازاي عملها؟ لا سوسي كبر، سوسي خلاص ما بقاش يستخدم البوتش. انت بتشربي حشيش يا منال؟ بجد لو بتشربي حشيش قولي لي. طب يا حبيبي انا كنت عايزه شويه فلوس كده انزل اجيب حاجات، يعني جرين برجر، سنوركينج، بكيني عشان السفر. بكيني؟ عايزه تلبسي بكيني يا سودا يا وحشه؟ انا وحشه؟ اه وحشه يا منال، وحشه وحشه. ده انت عندك ستريتش ماركس يا منال مش عبد ماركس نفسه. عايزه تلبسي بكيني؟ طالما انا وحشه بقى خايفه البس بكيني ليه؟ ما حدش هيبص لي، ما انا وحشه. بقول لك ايه يا منال، فكك من موضوع البكيني ده، انا وانا مروح من الشغل هعدي على كارينا ابقى اجيب لك البدله بتاعت الضفادع دي بتاعت الاستاذ عزت العلالي في الطريق الى ايلات. طب خالد خد قرار دلوقتي بقى. اوكي يا حبيبتي حالا ناخد قرار. انت بقالك قد ايه ما سافرتيش الساحل؟ 7 سنين يا خالد، 7 سنين ما نزلتش ميه لحد ما جلدي اشف من قله الميه. اه والله وانا ماسكه في نفسي كده ومقدده وصابره. اوكي يا حبيبتي بقوا 8. سلام.